إذا كنت مهتم بالقضاء على ألم الركب والظهر وتحسين انحناء الظهر، فهذا الفيديو مهم وضروري لك. سنتكلم فيه عن شيء خارج المألوف، وهذا ما تحدث به الدكتور بيرغ في أحد فيديوهاته المتميزة عبر قناته في اليوتيوب. شرح كيف يمكن أن يساعد المشي للخلف في التخلص من آلام الركبة والظهر. إنه شيء رائع للغاية، وهذا ما يسمى أيضا بالمشي الرجعي. عندما تمشي تنمي عضلات معينة، يمكن أن يؤدي القيام بالكثير من المشي أو الجري إلى إبعاد جسمك عن التوازن. عندما تقوم بالمشي العكسي يمكنك تقوية عضلات المؤخرة، عضلات ما خلف الفخذ، الجزء الأمامي من أسفل الساق، بعض العضلات الأساسية. يمكن للمشي إلى الوراء أيضا تنشيط أجزاء مختلفة من الدماغ والأعصاب. قد يساعد المشي للخلف في علاج آلام الركبة وآلام أسفل الظهر وشكل الوقفة أي انحناء الظهر، ويعمل على تناسق الحركة. ابدأ ببطء شديد على سطح مستوي. قد ترغب أيضا في البدء في جهاز المشي حتى تتمكن من رفع نفسك والتقدم ببطء. جرب هذا أثناء تناولك لمصادر الكولاجين الذي يعتبر من أهم مقومات التخلص من آلام العظام والمفاصل وآلام الركب والظهر. ونتحدث هنا عن طبق شوربة العظم الذي يعتبر غنيا بمادة الكولاجين وفوسفات الكالسيوم، خاصة إذا أضفنا ثمار البروكلي الغنية بهذا المكون المفيد جدا لصحة العظام والمفاصل. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. لمتابعة المزيد من الفيديوهات عن صحة المفاصل والعظام، يمكنكم متابعة السلسلة التخصصية التي لم نترك فيها صغيرة أو كبيرة إلا وتحدثنا فيها. في صندوق الوصف تجدون تلك المعلومات. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.